السلام عليكم. وعليكم السلام على عمي. رمضان كريم علينا وعليكم. نتعرف بيك؟ عباس من أهل الزبير. والله من نعم من أهل الزبير. من منك عمي. زين بس سؤال، أهل الزبير كلهم هيك حلوين؟ شنو هالستايل؟ هذا شنو هذا الستايل؟ بعد قلبي. هذا شعرك لو؟ أي شعر هذا. ها شلون تربيه؟ شلون تعتني به؟ صار له 5 سنوات. ها. زين هنا شو تبيع ذني؟ شاي وقهوة شوكولاتية. هاي تسويهن؟ إيه. زين البيش تحصيل؟ قد تحصيل البيش تبيعهن؟ هو حسب الشغل. زين راح أسألك سؤال وإذا جاوبتني عليه أعطيك هدية. إيه. أوكي أسأل؟ أوكي. إيه. عدد لي 3 أنواع، مو هواية، 3 أنواع من أنواع التمور. ما شاء الله البصرة مليانة تمور. خسداوي. إيه. وال. برحي. برحي. وبعد. والهذا نسيت قلت له. إيه. حلاوي. حلاوي. حلاوي صح؟ عسيدك. هاي 250,000. هدية مقدم برنامج بين أهلنا. الله يبغاك مشكور. هاي من على هلا حروح. ها. والله. راح ترجع رأسه؟ للزبير هسه قبالك خلك. صدق؟ والله. فرحان بيهن؟ فرحان كلش. شو راح تسوي بيهن؟ راح أعطيهن لأمي. لا والله. والله. شو تسوي بيها؟ هم عندنا دين وهاي. عندكم دين؟ إيه. الله يبارك فيك. تعطيني بوسة. شكرا عمي. بعد روح عمي. يلا باي باي. الله يخليك. يلا خليني أساعدك.